يد تبني وأخرى تقاوم، هكذا يبدو المشهد في مأرب مع ما تشهده المحافظة من مشاريع تنموية تسهم في القضاء على الفقر والبطالة من خلال برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، لا سيما تمكين المرأة في الجانب الاقتصادي. على مدى يومين متتاليين احتضنت مأرب المعرض الأول لسيدات الأعمال الذي نظمته مؤسسة فتيات مأرب بالتعاون مع مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة وأسواق ريادة المستهلك بمشاركة 60 من سيدات الأعمال ضمن مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. اليوم تزامنا مع 8 مارس اليوم العالمي للسيدات تم تنفيذ هذا البازار الذي سيستمر يومين من اليوم وغد لعرض منتجات السيدات التي لديهن يعني منتجات سابقة، وهذا يعتبر لهن كتجربة. طبعا هذا المعرض نفذ عن طريق مؤسسة فتيات مأرب وبالشراكة مع مكتب التجارة والصناعة. المشروع الذي يعد الأول من نوعه يأتي في إطار تعزيز تجربة سيدات الأعمال في تسويق منتجاتهن والانطلاق في سوق العمل بعد تلقيهن تدريبات لمدة 28 يوماً في مجالات ريادة الأعمال والمهارات الحياتية ودراسة الجدوى للمشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية. القائمون على المشروع أشاروا إلى أن المعرض حظي على مدى يومين بإقبال كبير من قبل المتسوقين، حيث تم عرض المنتجات التي قمنا بإنتاجها سيدات الأعمال من مصنوعات يدوية وملبوسات وغيرها ضمن مشاريعهن المقدمة، حيث سيعمل المشروع على تمويل سيدات الأعمال المتقدمات للمشاركة في إقامة معرض آخر لعرض مشاريعهن ومنتوجاتهن. إضافة لأنها سيتم زيارة من قبل تجار وموردين كبار ليتم التعامل معهم. نحن الآن هذا هو تأسيس لستين امرأة سيدة أعمال رائدة، نتمنى أنه بعد خلال الفترة القادمة يصبحن يعني رائدات أعمال ويكون قدوة للسيدات أغراض. طبعا هذا المشروع هو مستمر، سننتهي من الستين امرأة، بعدها بعامين سيتم استمرار مع 60 أخرى، وستستمر العملية إن شاء الله لأن أصبح من لديهن ميول لهذا الشيء أصبحن متمكنات في هذا الجانب. على الرغم من التحديات التي تواجهها المحافظة على مختلف الأصعدة، لكنها تمضي بخطى ثابتة في دعم المشاريع ومساندة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تساهم في تطوير وتأهيل فئات المجتمع وصولاً إلى القضاء على الفقر والبطالة والجهل.